هذا راح يصير عندي هون في بي هذا ايه يساوي في اس زائد اي اس هذا اكويفلنت زائد جي اي اس اكس اكويفلنت ويساوي هاي راح نفترضها 230 على 0 زائد 65.2 في ار اكويفلنت قديش ار اكويفلنت 0.0445 بس عندي هون فيز انجل مظبوط الفيز انجل اللي هي ماينس 36.8 زائد 65.2 هلا بمين بضربه 0.0645 طب الزاويتين ايش بعمل فيهم الان في عندي زاويه الكرنت ايش كانت ماينس 36.8 قديش بده ينضاف لها 90 90 ناقص 36.8 تطلع تقريبا 53 هاي قديش تطلع 53.2 هلا هذا اللي يصير عندي هون 230 زائد هلا عندي هاي بدي اقسمها لقسمين اللي هي 53.1 مش هيك فهذول بيصيروا 2.32 ماينس جي 1.74 زائد 2.52 زائد جي 3.36 اوكي واضح هذول الاثنين من وين اجوا من هاي وهذول الاثنين من وين اجوا من هاي ضربنا في كوساين الزاويه وساين الزاويه فبطلع عندي الجواب النهائي 238 234.84 زائد جي 1.62 اللي بتطلع 234.85 at 0.4 ايش الرقم هذا؟ هذا طبعا ايش وحدته؟ بير يونت هذا ولا فولتس؟ 234 وايش كان عندي؟ اذا البرايمري في بي على ايه؟ هذا طبعا مش في بي هذا في بي على ايه؟ 234 السكندري قديش عليه؟ 230 ليش هذا عليه 230 هذاك عليه 234.85 وين راحوا 3.4 فولتس؟ هون عبر الفولتج دروب اللي هون اللي موجود اوكي؟ اذا قديش الفولتج ريجوليشن بتصير؟ بتصير عندي 234.85 ناقص 230 على 230 نقسم على هذا الرقم الأصغر أو نقسم على الرقم اللي هو في النهاية عندي هون 100% فبطلع الفولتج ريجليشن 1.28 لا عفوا هذه هون بطلع 2.1 حد يتأكد بس من الرقم 2.1% اللي هي تقريبا 4 3.4 على 230 مظبوط هيك ليش الرقم مبين غلط 4 تقريبا هي 4.85 على 230 فتقريبا 2 مظبوط فعندي فولتج ريجليشن في الحاله هاي 2.1 يعني كاني عمالي بقول الفولتج اصلا كان هون 234 بدينا نسحب صار هذا عندي هون 230 من 234 كانه صار في عندي لوس فصار عندي لوس بالفولتج 3.4 او 4.85 فولتس بالحاله الاولى فانا الحاله الاولى اللي هي 1 الفولتج ريجوليشن 2.1% هذا في ار وفي بي على ايه يساوي 234.85 بس هو بدي في بي لحاله ايش عفوا